إجابة نبدأ معك خليفة بتبيع. شكرا على الزيارة التي قمتم بها إلى أسرة الفقيد محمد علي العزابي وزوجته سندة نقع. طبعا لا نعرف بالضبط هل ثمة دول ضالعة في هذه العملية أم لا، لأنه ربما ثم طرف في الرأي العام التركي يتهم إيران. Vous allez me traduire. Donc voilà, vous avez rendu visite à la famille donc des défunts tunisiens, Mohamed Ali Azebi et sa femme. Et donc, on vous demande si vous, comme plusieurs Turcs, voyez que l'Iran est derrière cet attentat. القول بأن إيران وراء هذا الاعتداء، نحن بحاجة إلى أدلة. في الوقت الحاضر التحدث عن بلد سواء كان إيران أو بلد آخر ليس خبرا صحيحا، وبالتالي نحن مرهمون على انتظار انتهاء التحقيق وحتى نجد الأدلة. في الوقت الحاضر أجد أن ذكر اسم بلد يعتبر سوء تفاهم. دون ذكر ربما أود أن أشكر السيد زياد الهاني الذي سمح لنا بالحديث في هذا الموضوع. أولا، عندما نطرح سؤالا يجب أن نكون مطلعين بشكل جيد. بدون معلومات كافية من سوء الحظ نتلاعب بالرأي العام. أولا، تركيا بلد ديمقراطي على غرار البلدان الأخرى، وبالطبع إن مفهوم الديمقراطية يمكن أن تتغير أو يتم التلاعب بها حسب مختلف المؤسسات أو المفاهيم. فالصحفيين الذين تم إيقافهم لا يرتفع عددهم إلى 90 بل إلى 146، وبالتالي لديك غياب المعلومة. ثانيا، يجب أن نعلم هل أن هؤلاء الأشخاص تم إيقافهم بسبب كتابة مقالات؟ لا، هل تعلمون ذلك؟ هل تم إيقافهم بسبب أخذ مواقف؟ لا. وأطلب منكم بوصفكم على علم ولو رغم غياب المعلومة أن هناك 90 مع عملية إيقاف. هذا تقرير المنظمة العالمية للفيدرالية العالمية للصحفيين. نحن نعرف عديد المؤسسات التي تنتج معلومات خاطئة للتلاعب بالرأي العام. هل لا يجب أن نتحدث عن 246 قتيل؟ هل لا يجب أن نتحدث عن 2500 جريح مدني الذين أصيبوا بجروح بليغة خلال الهجمة؟ هل تم قتلهم من قبل الصحفيون؟ يجب أن نعلم كيف أن نتعلم كيف نستمع إلى النهاية. لقد طرحت سؤالك فرجاء اسمعني. هؤلاء الصحفيين بين قوسين انتفعوا من هويتهم الصحفية، لكن نحن لسنا على علم أنهم حملوا في سياراتهم أسلحة وحملوا في سياراتهم إرهابيين وأنهم نقلوا عتادا يستعمل في الإرهاب. هل كتب ذلك في تقرير هذه المؤسسة التي تحدث عنها؟ لن نتحدث عن ذلك الآن. أولا يجب أن أنهي.
لا أحد لا يمكنه أن يبرهن أن صحفيا واحدا تم إيقافه بسبب تحريره مقالا معارضا أو إيجابيا. كلهم أوقفوا بسبب أسباب متنوعة مرتبطة بالإرهاب أو دعم للإرهاب، وبالتالي علينا أن نصحح المعلومة وملزمون أن تكون